إذا أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل. طبعا وصلنا إليكم يعني بعد أن تأخرنا كم من الدقائق بسبب خلل فني، وقد يبدو أن يكون خلل إداري لا أعلم. على العموم مشاهدينا الأفاضل أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج 10 و10. طبعا نحن نقول خاصة لأن نحن سوف نناقش الليلة ردود أفعال الأطراف في اليمن على البيان الخاص طبعا من مجلس الأمن، هذا في محورنا الأول. أيضا سنناقش في المحور الثاني الاحتجاجات الشعبية في عديد من المحافظات التي تطالب بإقالة المحافظين، هذا في محورنا الثاني. مشاهدينا أهلا بكم، وارحبوا معي هنا بالضيف العزيز الأستاذ القدير القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف السابق، طبعا مجلس تنفيذي وبالمجلس الوطني. يا قاضي السلام عليكم. الله عليكم السلام، مرحبا بكم. الله يحفظكم. معلش عذرنا أخرناك شوية، يعني خيرا، طبيعة الأمور هكذا. الله يسلمك إن شاء الله. قاضي حمود، طبعا في البداية طبعا رحنا التقرير، طبعا يا ريت بس يكون جاهز بعد شوية عشان احنا نتمنى نسمع التقرير يعني في بداية البرنامج. قاضي حمود، طبعا انت شفنا تعليق يعني كتبته انت، وليس تعليق ولكن كم من الصفحة، يعني انت تحدثت انك وجدت البيان الذي اصدر من مجلس الامن قد اشتمل على مبادئ اساسية ورسائل واضحة لكافة الاطراف المعنية داخلية وخارجية، كيف ذلك؟ من خلال الاطلاع على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، وجدنا بأنه قد اشتمل على مبادئ أساسية ورسائل للسلطة ولكافة الأطراف المعنية، ومن بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض. فقد استهل البيان بالإشادة بجهود المشاركين في الإعداد والتحضير للمؤتمر، وهي الحالة الوحيدة التي أشاد بها مجلس الأمن، ثم اشتمل البيان على ترحيب المجلس بالعديد من الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتسوية السياسية واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها إعلان الرئيس بتحديد موعد انطلاق الحوار وإصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب الفني لإطار المساءلة المشتركة، والتزام الحكومة بوضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال في القوات الأمنية، والجهود المتواصلة والمنسقة من قبل مجلس التعاون الخليجي ومجموعة سفراء الدول العشر، ومساعي لأمين عام الأمم المتحدة بواسطة مبعوثه الخاص جمال بن عمر، ومساعي الدبلوماسيين بصنعاء عموما، ثم اجتماع أصدقاء اليمن الذي سيعقد في 7 من شهر مارس، بالإضافة إلى تأكيده على العديد من المبادئ، وفي مقدمتها التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية. قبل ما نوصل لهذه، لأن هذه طبعا نقطة رئيسية أنت وضعتها في تساؤلك، قلت أيضا قاضي حمود أنه ردود أفعال الأطراف انحسرت فيما ورد في البيان من ذكر الاسمين المتهمين بالأرقلة علي صالح وعلي البيض دون بقية فقرات البيان، بل ودون النظر إلى السياق الذي ورد فيه الاسمان المذكوران. ماذا تريد أن تقول يعني في قضية هما؟ صحيح بالفعل في سياق وردوا فيه بالاسمين هذولا، بس ما هي الرسالة اللي حبيت انك انت توضحها؟ لانه احنا الليلة بندرس ردود افعال، يعني هناك ردود افعال للمؤتمر كما قرأت انت او اطلعت، بيكون معنا طبعا. انا اريد ان اقول ان احنا تواصلنا مع اخواننا في المؤتمر الشعبي العام، احمد الصوفي، طارق الشامي، سلطان البركاني، عارف الزوكا، كثير من الشخصيات للأسف الشديد يعني ما راح اقول انه رفض، ولكن هم اعتذروا عن انهم يظهروا معنا او يتحدثوا. عفوا قاضي. اشتمل البيان على العديد من القضايا التي كان يمكن أن تكون محل النقاش، لكن ردود الأفعال اقتصرت على ورود اسمي الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض، دون النظر إلى السياق الذي ورد الاسمان المذكوران فيه.
فمن خلال الاطلاع على الفقرة الرابعة نجد بأن مجلس الأمن أو أن البيان قد اشتمل على العبارات التالية: وإن مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوجود تدخلات في عملية الانتقال السياسي من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم ممن لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية نقل السلطة وآليتها، ومن بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيئة. فبماذا جاءت التسمية هنا قاضي؟ علي سالم وعلي عبد الله، ليش التسمية بالضبط وردت يعني؟ هو أشار إلى أن هناك تدخلات من قبل أفراد يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم، وهؤلاء برضه هنا يعني طبعا النظام السابق هو نظام الرئيس علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام، والمعارضة السابقة تمثل اللقاء المشترك وشركائه، وغيرهم هنا فتح الباب على مصراعيه. من هم المقصودون بهذه العبارة؟ هل المقصودون أشخاص داخل السلطة الموجودة؟ هل أشخاص من جماعة الحوثي؟ هل من الحراك المسلح؟ هل من غير هؤلاء أشخاص؟ كما أن العبارة التي وردت توضيح يعني ولا كيف؟ بالتأكيد، كما أن العبارة التي وردت في البيان ومن بينهم الرئيس السابق يدل على أن هناك قائمة موجودة لدى مجلس الأمن اشتملت على العديد من الأسماء ممن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم. من هم هؤلاء الأشخاص وكم عددهم؟ لأنه لم يأتي ذكر الاسمين المذكورين على سبيل الحصر، ولكن قال ومن بينهم، معنى أن هناك أشخاص آخرين. لكن يبدو أن العالم اهتم برأس الشيء، رأس العرقلة يعني. أعتقد بأن مجلس الأمن أراد أن يوجه رسالة لكل أولئك الذين يعيقون التسوية السياسية من خلال إيراد اسمين، إن لم تتعاونوا في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها فسنضطر لإعلان أسمائكم كما تم إعلان اسم الرئيس السابق ونائبه الأسبق علي سالم البيض. ولذلك أقول بأن الكثير من الأشخاص الذين يمثلون أو ينتمون إلى النظام السابق وكذلك الذين ينتمون إلى المعارضة السابقة، الآن كلهم حكام يعني المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك وشركائه، الآن جميعهم في السلطة. لكن كيف ممكن؟ عفوا، ما هو علشان احنا يعني عفوا لأنه الإخوان في المؤتمر لم يشاركوني، أنا كنت أتمنى تليفونيا يشاركوني، لكن أحمد الصوفي مثلا متحدث باسم رئيس الجمهورية قال هنا أنه طائش، هذا البيان طائش واعتمد على معلومات خاطئة. يعني أنت ماذا تقول؟ يعني أليس الأجدر قراءة صحيحة لورود الإسمين؟ يعني أقول بأن زيارة وفد مجلس الأمن إلى صنعاء في نهاية شهر يناير الماضي كان للتأكيد على أهمية اليمن بالنسبة للمجتمع الدولي ولتشخيص الواقع الراهن ومسار التسوية السياسية وما أنجز منها وما لم ينجز. ولذلك كان البعض يتصور بأن البيان أو القرار المتوقع صدوره من مجلس الأمن ربما يقتصر على الأشخاص الذين يمكن أن نطلق عليهم بأنهم معيقوا التسوية، لكن البيان أورد أمورا كثيرة ورسائل عديدة داخلية وخارجية، ومن أهم تلك الرسائل تأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية. هذه رسالة للداخل والخارج، رسالة محلية وإقليمية ودولية بأن المجتمع الدولي يقف مع الوحدة اليمنية ولن يقبل بتشطير اليمن مرة أخرى، كما أكد استمراره في المتابعة لأوضاع وخطوات التحول السياسي عن كثب، وكذلك ضرورة استمرار الدعم الدولي
لعملية الانتقال السياسي، ويدخل ضمن ذلك الدعم التعهدات التي التزمت بها الدول المانحة. كما عبر أيضا عن قلقه بسبب التقارير التي تفيد بوجود التدخلات في عملية الانتقال السياسي، وعبر أيضا عن قلقه بسبب التقارير التي تتحدث عن جلب السلاح والمال من الخارج بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي، وأكد استعداده للنظر في اتخاذ الإجراءات بما في ذلك ما يدخل ضمن المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما لو استمرت الأعمال التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السلمي. كما وجه رسائل إلى سلطة الوفاق، أهم تلك الرسائل أن يقود اليمنيون الفترة الانتقالية بأنفسهم. وضع هذه العبارة بأنفسهم، ضع تحتها الفخط، ماذا يعني؟ لأن الملاحظ خلال الفترة الماضية اتكاء سلطة الوفاق على الخارج كثيرا، واعتمادها في هذه المرحلة على التدخل الخارجي، وأراد مجلس الأمن أن يقول لسلطة الوفاق عليك أن تقومي بواجبك وأن تترك الفرصة لأبناء اليمن كي يقودوا عملية التغيير والتحول السياسي في اليمن، بما يساعد على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد. لكن عفوا برضو احنا بحاجة الى العصا الدولية تحت مادة 41 تحت الفصل السابع، احنا بحاجة الى بعض المواد برضو، لكن ايقاف ارصدة، من يستطيع ان يوقف ارصدة علي صالح؟ لكن دون تدخل في الشؤون الداخلية. انا تحدثت كثيرا وقلت انني لا اخشى من وقائع الثورة المضادة، ولكنني أخشى من ضعف سلطة الوفاق. ضعف سلطة الوفاق هو الذي أتاح للداخل والخارج أن يتدخل في أعمال. هل توجد هناك، توجد الآن ثورة مضادة؟ بالتأكيد، لا شك بأن تراخي سلطة الوفاق عن تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها أتاح الفرصة لأصحاب الثورة المضادة أن يرتبوا أوضاعهم وأن يجمعوا قواهم وأن يستعيدوا مفاتيح القوة التي ذهبت من أيديهم. ولو أن سلطة الوفاق أحسنت استغلال التأييد الشعبي والإقليمي والدولي لحققت نقلة نوعية في حياة اليمن واليمنيين بشكل عام، لكن أنه فيما عدا الملاحظ أنه فيما عدا الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وترضية الأطراف الموقعة على المبادرة، فإن الإجراءات المتعلقة بالمواطنين قد أجلت إلى أجل غير مسمى. رح نرجع قاضي حمود، بس رح نشوف احنا وياك التقرير الذي عد لنا الزميل فؤاد فارس، نشوف التقرير ونعود من جديد. أخيرا قالها مجلس الأمن صراحة مستخدما الموصوف والصفة معا، وبعد أن كان كل طرف يتهم طرفا آخر بأنه هو المقصود باتهامات مجلس الأمن، جاءت الفقرة الرابعة من البيان محددة بالاسم الواضح: الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض. ردود الفعل على البيان اختلافها في المضمون، إلا أنها اتفقت في الغالب في تركيزها على الجزئية التي ورد فيها ذكر الاسمين. شباب الثورة رأوا في البيان تأكيدا لما قالوه سابقا وأفصاحا عن أسماء سبق لشباب الثورة أن أعلنوها قبل أشهر، مؤكدين أن البيان سيفقد قيمته في حال بقائه قرارا يفتقر لإجراءات عملية تفشل مخططات العرقلة. سياسيون اعتبروا البيان مهما لدعم العمليات السياسية والاستقرار في البلاد وجعل الحوار فرصة حقيقية قابلة للنجاح. اوكي، اذا شكرا شكرا شكرا. طبعا يبدو انه ايضا في خلل في التقرير، لم يكتمل التقرير. شكرا جزيلا ايضا للزملاء الذين قاموا على انتاج هذا التقرير، قاضي حمود يعني ايضا، بس لانه احنا الحلقة مخصصة جدا لقراءة ايضا ردود الافعال. ما زلت انا اكرر، يعني هناك رد فعل اجى اولي من اخواننا في المؤتمر الشعبي العام بانه طائش. هل هو طائش هذا البيان؟ لا، البيان كان مبنيا على تشخيص للواقع ودراسة لمجريات التسوية السياسية، ولذلك قالوا معلومات خاطئة. كمان قلت لك بأنه وجه رسائل لكافة الأطراف ومن بينهم الرئيس علي عبدالله صالح.
لكن هناك رسائل موجهة لسلطة الوفاق طبعا لا شك يعني بالمناسبة رسائل نعم. سيكون معنا أيضا من المشترك الآن ضيف عزيز طبعا المنطق الرسمي بيكون معنا الآن بعد كده. وهناك رسائل موجهة للأطراف المعنية بتنفيذ هذه المبادرة بشكل عام. كما قلت لك من الرسائل الموجهة إلى سلطة الوفاق مجلس الأمن يؤكد أنه على اليمنيين أن يقودوا الفترة الانتقالية بأنفسهم، كما أنه يؤكد أيضا أن يكون مؤتمر الحوار شاملا يستوعب المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني ومناطقه الجنوبية والمناطق الأخرى والمشاركة الفاعلة للشباب والنساء. كما دعا سلطة الوفاق إلى سرعة المصادقة على قانون العدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية، ودعاها إلى احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بموجب المعاهدات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية. وطلب المجلس من كافة الأطراف احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية انتقال السلطة، والتصرف بنية صادقة وبأسلوب بناء وشفاف وتصالحي يسوده الوئام، وحل خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ العنف بغرض تحقيق أهداف سياسية، والتوقف عن الاستفزازات. وطالبهم بالالتزام الكامل بتنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2051. لكن الآن يبدو أنهم يعني يقرأوا البيان، ما بعرف أنا قراءة بأي طريقة تقرأ الآن لا أدري، يعني هناك لحد الآن بنسمع أحاديث كثيرة جدا من ضمنهم إخواننا في الحراك، وأيضا خصوصا فصيل البيض عندما ذكر اسم البيض يقول أنا ما ليش دخل. كل واحد يقرأ البيان من المنظور الذي يحقق مصالحه، ولا يقرأه من واقعه وما يجب عليه هو. لذلك تجد بعض الفئات هللت وكبرت لصدور هذا البيان دون أن تشعر بأن هي أيضا داخلة في هذا الخطاب، لأنه البيان قال بأن أفرادا يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم. ليش ما حدد أفراد من المعارضة السابقة؟ يبدو بأن المسألة مسألة وقت، أو كأنه يريد أن يتيح الفرصة لكافة الأطراف أن يسهموا ما لم فسيكون وضعهم وضع الآخرين. يعني البيان هذا مش جلسة قات، يعني علشان أخواننا في المؤتمر يقولون أنه معلوماته خاطئة وأنه كلام حي الله، يعني هذا وضع على رأس كل فريق حصوة، ولذلك نحن نقول لهم كل منكم يتفقد رأسه أين الحصوة بالذات. طب قاضي حمود، بس راح نرحب سويا بالأستاذ القدير محمد الزبيري طبعا الناطق الرسمي للقاء المشترك. السلام عليكم أخي محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن نستمع إلى صوتك من الاستوديو. أستاذ محمد تسمعني؟ أيوة نعم. أوكي أستاذ محمد، طبعا أنتم قلتم أن القرار مفاجئ، كيف كان مفاجئ؟ يعني ما هو عنصر المفاجأة الذي فيه؟ يا أخي العزيز، إحنا كنا منتظرين لقرار وليس لبيان، والقرار طبعا بيختلف عن البيان، لأن البيان هو عملية تحذيرية وليست إجرائية، وبالتالي كان توقعنا أن يكون القرار أكثر قوة وفعالية ويتخذ يعني مجموعة من الإجراءات التي تسهل أو تزيل المعيدين للمبادرة. ما هو يمكن بيان علشان هم بيتعاملوا دبلوماسيا يا أخي، أو كما قال القاضي هنا أنه البيان هذا بيعطي فرصة للجميع بما فيها أنتم أيضا في اللقاء المشترك، أنه أنتم تسعوا جاهدين لتحقيق الآلية والمبادرة الخليجية بجد، يعني بواقعية أكثر. يعني لا، هو بلا شك يعني إذا أخذتها بهذا الفهم فهو طبعا ربما هي أخذت هذا المسألة على أساس لا يتم تفجير اللفظ بقرار قد يكون يدفع الأطراف إلى التخندق، كما يبدو أنه أخذ بشكل دبلوماسي حتى يهيئ لمرحلة لاحقة. يعني
يعني انتم قد اجتمع اللقاء المشترك مثلا و يعني عفوا واصدر بيان ايضا هو يوضح رايه يعني في هذا البيان الذي صدر من مجلس الامن؟ الحقيقه البيان المجلس الاعلى المشترك هو مكلف بعض الاخوان لدراسته، ويوم غد سيصدر موقف رسمي من المشترك. يعني إذا هذا هو الجديد الذي لديك أستاذ محمد. نعم نعم. إذا شكرا لك أستاذ محمد زبيري الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك. يعني هو قال لنا أنه كانوا هم منتظرين قرار في اللقاء المشترك، وأنت قلت كما قال البيان، لم تقل أنت من تلقاء نفسك قاضي، ولكن قلت كما قال البيان أنه أراد أن يضع على كل رأس حصوة. يعني فهل سيستمع الجميع إلى هذا البيان أم أن القراءات الآن ستظل قراءات عاطفية؟ يعني هو كما تفضل الأستاذ محمد هو بمثابة إنذار للجميع، وبالتالي أنا أدعو سلطة الوفاق وأدعو كافة أطراف العمل السياسي إلى قراءة البيان قراءة متأنية وإمعان النظر فيما ورد فيه والالتزام الصارم بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها وما جاء في هذا البيان، مع مراعاة ما جاء في الفقرة الرابعة من أن أفرادا من النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم يتدخلون في عملية الانتقال السياسي، وأنهم لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية التي نصت عليها اتفاقية نقل السلطة. طب اوكي اوكي بس نصت عليها الاتفاقية. نعم. في بند مهم جدا يا قاضي في الاتفاقية هذه. نعم. بتقول بما يلبي هذه الاتفاقية بما تلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير. من هو الشعب اليمني الذي يعني الذي تقصده هنا؟ يعني هنا شوف، يعني المبادرة الخليجية نصت على واستنادا على المبادئ الأساسية التالية، يعني هذه مبادئ التسوية: أولا أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. نعم. اثنين، أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. من هو الشعب اليمني؟ من يعني الشعب اليمني اللي خرج؟ عامة الشعب وليس فئة معينة من الناس. يعني لا لا أنا أقصد عفوا، ما خلينا قاضي بس شوية لأن إحنا هو مش موضوعنا، لكن أنا أريد أن أوضح نقطة هامة جدا، أنه البيان هذا أو المبادرة أو الآلية أجت بفضل هؤلاء الشباب الذين خرجوا في هذه الثورة. بالتأكيد الحقيقة المعارضة السابقة كانت وصلت مع النظام السابق إلى طريق مسدود، فجاءت ثورة الشباب السلمية فتحت الآفاق في العمل السياسي وقادة التغيير وأنهت حالة الانسداد التي كانت قائمة وعززت موقف المعارضة، ولولا هذه الثورة لما كان للمعارضة أي دور في الحياة. طب أوكي، كيف يفهم هذا العقلاء داخل المؤتمر الشعبي العام أنه هذه فرصة أخيرة تعتبر من العالم، وهو يضع هذا البيان بين أيديهم ليعطيهم قوة أيضا للعقلاء بأنهم أيضا يتخلصوا من الذي يقف الآن في ثورة مضادة أو من الذي يعرقل عملية التغيير؟ أنا أعتقد بأنه سلطة الوفاق عليها أن تتعامل بحكمة، لأن التغيير وفقا لما جاء في المبادرة وآليتها محل اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه، بمعنى بأن ما ورد في المبادرة وآليتها لا يمكن أن يقال عنه بأنه حكر على اللقاء المشترك وشركائه. لا لا لا، أنا قصدي ما يعطيهمش يا قاضي. نعم. ما يعطيهمش قوة أنهم يقولوا لعلي عبد الله صالح كفى، أو أنه عفوا الفريق الآخر داخل المؤتمر الشعبي العام عفوا أيضا عفوا يكبح هذا البيان ويقف ضده. بطء حركة التغيير وإدارة بذات عقلية النظام السابق أطمعت الكثير في العودة إلى ما قبل توقيع المبادرة الخليجية وآليتها، لأنه يقولون إذا كانت العقلية هي ذات العقلية
والأداء هو نفس الأداء، إذا لا فرق بين الأول والآخر. لكن احنا نتعامل مع بيان الآن دولي موجود، ونتعامل مع اسم ذكر زي اسم علي سالم البيض، لأني أنا ما سألتك الآن على الحراك. سيكون معنا الأستاذ القدير عبد الله العميد عبد الله الناخبي، طبعا أمين عام الحراك المنضم أيضا للثورة. عميد عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عميد عبد الله، الحراك الجنوبي في متحدث باسم الحراك، طبعا هناك متحدث باسم فصيل ايضا سيد علي سالم البيض، يعني يقول انه نحن لم نكن طرفا في العملية السياسية ولسنا ليس لنا داخل، يعني معقول ما حد له داخل يعني ولا كيف؟ والله يا اخي العزيز، اولا انا احييك واحيي ضيفك القاضي حمود الهتار، وبالنسبة للأطروحات التي يطرحها علي سالم البيض أنه ليس له دخل في الثورة وليس له دخل في قرارات مجلس الأمن وحاجات كثيرة ليس له دخل فيها، وحتى ممكن يقول ليس له دخل بالشعب لأنه يعمل بجنب والشعب والثورة والحراك الجنوبي بجهة أخرى. ولذلك أنا أقول انه هذا القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الامن هو بداية صحيحة، وهو شخص الالم الحقيقي الموجود في اليمن، انه رأس المشكلة ورأس الافعى هم علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض. وعندنا مثل يمني بيقول امسك برأس الافعى وترك قرار جذاب. فاذا هذا القرار له تبعات لا يمكن أن تنفذ مبادرة الخليج، طالما وعلي عبد الله صالح يمتلك رصيد ومليارات أكثر من ما يمتلكها عبد الله منصور وتمتلكها حكومة الوفاق الوطني. لذلك نحن نقول إنه لابد من تبعات لهذا القرار لمحاسبة علي عبد الله صالح بالأموال التي سرقها من ميزانية الشعب ويتصرف بهذه الأيام فيها وكأن ما حصل شيء، يعني نفس الذين بيعملون معهم بيقابلوه بيصرف عليهم كأنه موجود في السلطة، وهو بيعطل مسار مبادرة الخليج. خلينا استاذ عبد الله، استاذ عبد الله خليني استفيد منك استاذ عبد الله. في اخواننا في الحراك، اليس الاجدر بهم ان يقراوا البيان قراءه صحيحه؟ وايضا كما قال القاضي حمود هو يكرر هذه الجمله التي وردت في الاتفاقيه وفي المبادره، وهي التاكيد على وحده اليمن واستقراره. نعم، انا اقول يقراوا البيان قراءه صحيحه، وايضا يقرأوا موقف الشعب اليمني شمالا وجنوبا قراءة صحيحة، لكن عماهم هو انهم لن يقرأوا الواقع اليمني الذي نعيشه الان بوضع الثورة باليمن قراءة صحيحة، ولذلك جعلهم ان يتصرفوا تصرفات غير صحيحة، ولهذا حددنا موقف منهم ونقول انه ستظل تصرفاتهم خاطئة ما لم يعدلوا وجهة نظرهم من التطورات الموجودة في اليمن. وأنا أقول أنه لابد أن يتحاسبوا الاثنين، علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض، وستستمر الأمور بشكل ممتاز وطبيعي في اليمن إذا أخذنا هذا الموضوع مؤخذ الجد وتعاون معنا العالم بمصادرة أموالهم الموجودة في الخارج. هو قد ذكر المادة 41 عميد عبد الله، طبعا سعدنا ايضا باستماع صوتك هذه الليلة ايضا في هذا المحور الخاص بردود الافعال. عميد عبد الله الناخبي المتحدث ايضا طبعا هو امين عام الحراك الجنوبي المنضم للثورة، شكرا جزيلا لك قاضي حمود. طبعا بس لانه ايضا احنا الحراك الجنوبي يا استاذي الفاضل، الان ورد اسم علي سالم البيض وهم ايضا اعلنوا فصيل البيض واعلن كذا انه احنا ما لناش ارتباط، وانت ما جاوبتني على هذا السؤال في البداية. طيب، هل ليس هناك ارتباط لعلي سالم البيض بالفعل؟ يعني المبادرة الخليجية وآليتها بمثابة إعلان دستوري تسري على كل أبناء اليمن في الشمال وفي الجنوب، واللي يقول ما لي دخل اللي وقع والذي لم يوقع هي إعلان وغيرهم، يعني هي بمثابة إعلان دستوري، نعم إعلان دستوري واجب التنفيذ
لتنظيم أوضاع الفترة الانتقالية يسري على من وقع عليه ومن لم يوقع عليه. وبالتالي ليس شرطا أن يكون الأخ علي سالم البيض موقعا على هذه المبادرة وآليتها، فهي سارية عليه وعلى الفصيل الذي يتبعه، وعليهم أن يحترموا النصوص المبادرة وآليتها، وكذلك الآخرين. ماذا على علي سالم البيض؟ على علي سالم البيض أخواننا في الحراك الآن الذين للأسف يقولون ليس لنا دخل، ويرفضون حتى أي شيء، ويطرحوا ويرفضون الحوار، ولن يأتوا بمشروع، وما أدري إيش أنا إيش اللي معهم. يعني ماذا تقول لهم أنت؟ أنا أقول لهم بأن الله قد وحد اليمن أرضا وإنسانا ولغة وثقافة وتاريخا ودينا، والتشطير كان في النظامين حتى جاء يوم 22 مايو فوحد النظامان في نظام واحد، وصاحبت مسيرة الوحدة بعض الأخطاء. ولذلك نحن نقول بأن استمرار هذه الأوضاع الإدارية على ما هي عليه أمر غير مقبول، والعودة إلى ما قبل 22 مايو أمر غير مقبول. بس يبدو أن الله بينصفهم يا قاضي حمود، بيورد الاسمين مع بعض. وكذلك العودة إلى ما قبل 26 سبتمبر أو 14 أكتوبر أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال. إذا كانت هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، ولا يمكن العودة إلى ما قبل 26 سبتمبر أو 14 أكتوبر، الحل البديل أن نتفق على نظام إداري، والخيار المطروح هو خيار الفيدرالية بأقاليم متعددة. أعتقد بأنه هذا الخيار سيحل مشكلة المواطنين. السياسيين لن تحل مشكلتهم إلا من خلال الانفصال، لأنهم يريدوا ترتيب أوضاعهم. أما المواطن فمن خلال الفيدرالية في الشمال وفي الجنوب يمكن أن تحل مشاكله، لكن السياسيين يسعون وراء فك الارتباط أو الانفصال لمصالحهم الشخصية، أما مصالح المواطن فستتحقق من خلال الفيدرالية بثلاثة أقاليم أو أوكي. أربعة أقاليم رح ناخذ في موضوع تدير للمواطن يستفيد منك في تتيح له فرصة قاضي حمود إدارة شؤونه. رقم خمسة، وجود قلق لديه بسبب تقارير تتحدث عن جلب السلاح والمال من الخارج، هؤلاء وخصوصا الآن السفن الإيرانية قاضي، ونحن نراها بعيوننا وكثرت هذه، هل سيستمع أخواننا الذين يستفيدون من هذا السلاح أو الذي يأتي لهم هذا السلاح؟ من هذا البيان أنا أقصد أنهم سيعتبرون، كما قلت لك، هي رسالة محلية وإقليمية ودولية يعني. وبالتالي ينبغي على أطراف في الداخل أن تعي هذه الفقرة بالذات، وأنها ستكون ربما مستهدفة في الكشوفات القادمة. وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع الإقليمي، ينبغي أن يساعدنا في الحد من تدفق الأسلحة إلى بلادنا، وعلى سلطة الوفاق أن تتعامل بشفافية. فهناك العديد من شحنات الأسلحة التي تم ضبطها لم تعلن نتائج التحقيق فيها، ويجب أن تكون سلطة الوفاق شفافة وأن تقول لنا هذه الشحنة صدرت من بلد كذا، والمستورد لها هو فلان، والمستفيد منها هو فلان، وأن كذا. يعني يجب أن تكون هناك وضوح سواء في الصفقات التي قيل أنها وردت من إيران أو من غيرها، لابد من الشفافية. طب يا قاضي، كثير من الكتاب كتبوا طبعا وركزوا على جمل كثيرة هامة جدا، ومنها أنه عندما ورد اسم علي عبدالله صالح وجهوا رسالة للمؤتمر الشعبي العام قائلين أنه أتى الوقت ليقرأ المؤتمر قراءة صحيحة هذا التحديد. لا أنا بركز ليش على المؤتمر؟ نعم. بركز أنا على الجميع بركز، وأنت قلت كلام كثير اليوم يعني، لكن أنا بركز ليش؟ لأنه ما نريد إخواننا أيضا في المؤتمر الشعبي العام يجرونا إلى موضوع آخر يعني. أنا كما قلت لك بأن الجميع لم يقرأ البيان قراءة متأنية ويعرف مدلول ما ورد فيها ما ورد فيه، ولذلك أنا أدعو الجميع إلى أن يقرأوا البيان مرة أخرى، وإلى أن يفوا بالتزاماتهم جميعا، وأن يعلموا بأن ورود اسمي علي وعلي كان على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وأن هناك أسماء أخرى
ربما يعلن عنها مجلس الأمن في وقت لاحق. بنعمل كوتشينا بعدين بطة يعني. يعني. الله يسلمك إن شاء الله. طبعا سعدنا بك القاضي حمود الإيتار طبعا في محورنا الأول حول ردود الأفعال. شكرا جزيلا لك. شكرا كثيرا لكم أيضا. الله يسلمك إن شاء الله. مشاهدينا الأفاضل راح ننتقل بعد قليل إلى محورنا الثاني، سنتحدث عن الاحتجاجات الشعبية ضد المحافظين. سيكون هناك هنا معي في الاستوديو الضيف في العزيز أو ضيفان عزيزان، أستاذ محمد هطيف عضو اللقاء المشترك محافظة حجة، وأيضا العميد أحمد الأبارة عضو مجلس المحلي في ري. بعد قليل المحور الثاني، إلى اللقاء. مرحبا بكم مشاهدينا الافاضل من جديد في محورنا الثاني والاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات. طبعا هناك احتجاجات كثيرة موجودة في محافظات عدة، للأسف الشديد لم يدرك بعد محافظون في عدة محافظات ان عجلة التغيير قد دارت، ولكن هناك للأسف الشديد مآسي وهناك مشكلات كثيرة جدا. نحن لو تحدثنا نريد ليس فقط مجرد محور ولكن حلقات خاصة، وهي قناتنا الان تخطط لعمل برنامج وحلقات لكل محافظة، وإن شاء الله يكون لكل قرية كل منطقة وكل بيت أيضا، من أجل أن احنا نحل مشاكل ونحاول أن احنا نوصل لمشاكل الناس. لا فرق بين الذين موجودين في الثورة أو الذين موجودين ما زالوا في بيوتهم أو في أي مكان، الجميع ثوار والجميع يريدون التغيير والجميع يؤمنون بهذا التغيير. رحبوا معي مشاهدينا الأفاضل بضيفي العزيزين هنا في الاستوديو، الأستاذ القدير محمد هطيف عضو اللقاء المشترك بمحافظة حجة، وأيضا العميد أحمد يحيى الأبارة عضو المجلس المحلي في محافظة ريمة. خلينا نبدأ من ريمة طبعا لأنه احنا أيضا قد تحدثنا عن حجة. الآن ريمة أنتم معتصمون، الآن ريمة هناك احتجاجات كثيرة جدا، يعني ماذا تريدون؟ أولا نريد أن نقول لك بأننا محتجون ومعتصمون ضد محافظ هو أفسد من كل فاسد وأفشل من كل فاشل وأكذب من كل كذب وأوقح من كل وقح. كلام ولا في عندكم؟ أريد أن أقول لك دليل فساده. أولا أنه لا أعتقد أن هناك فاسد من عتاولة الفساد في الجمهورية اليمنية يصرف مليارات في مشاريع وهمية وأغراض لا علاقة لها بالتنمية من البرنامج الاستثماري الذي لا يحق لأي مسؤول أن يصرف منه إلا لمشاريع معتمدة. بس هو طلع أمس ضيف على قناة يمن اليوم وكان يحكي على القناة أنه ما شاء الله عليه، يعني هذا دليل على الوقاحة. القناة غطت لكم أنتم مشاكلكم وقفت معكم؟ أبدا. أقول لك أنه هذا دليل على الوقاحة والزيف والذجل والتضليل الذي يمارسه بصورة دائمة ومستمرة. فهو قال من ضمن لقائه أمس بأن مشروع المياه ما توقف نتيجة لخلاف بين الهيئة العامة للمياه وبين مؤسسة المياه، والحقيقة إنه تسلم المشروع بموجب محضر وموقع عليه في 12/4/2009، وهذا دليل على فشله بأنه لم يشغل المشروع ودليل على وقاحته. أما موضوع الدليل على الكذب، فهو لو راجع رسائله على الموبايل ستجد بأنه افتتح آلاف المشاريع ووضع حجر الأساس لآلاف المشاريع. أوكي بس عفوا احنا ما نريد فقط حكي، وأيضا أنا ما بحبش طبعا الألفاظ أيضا أنا لن تكون أيضا نحن أيضا ننتقد ونحن نطالب، ولكن نحن أيضا نتحدث بجانب علمي. يعني عندكم أنتم أدلة، عندكم إثباتات في مجلس الآن كونتوا يبحث عن مشكلات، يعني لماذا لم تتقدموا أيضا برفع قضايا أيضا حتى المحافظ إن شاء الله حتى رئيس الجمهورية أي واحد عنده قضية يذهب يرفعها يعني أيضا؟ إحنا لدينا أدلة رسمية من جهات رسمية منها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنها اللجان التي شكلت من الإدارة المحلية والمالية تؤكد صرف مبالغ مالية مهولة في مشاريع وهمية. وأنا أتكلم على جزئية واحدة من الفساد فقط وهي الأخطر
أن تصرف مبالغ مالية مهولة في مشاريع وهمية لا وجود لها إلا على سطح المدينة. طب في عرقلة لعملية برضو التغيير في البلد يعني هناك؟ التغيير كنا نأمل من أن النظام الجديد سيعمل على التغيير، لأنه لا لن يكون هناك نظام جديد المحافظ مع التغيير هذا إلا إذا قضى على الفساد. المحافظ مع التغيير؟ مع تغيير إيش؟ المحافظ يعني مع شباب الثورة يدعم الآن عملية التغيير في البلد. المحافظ بحاجة إلى أن يغير، كيف يكون مع التغيير بالله عليك؟ إذا كان الفاسد هم الذي سيغيروا فعلى الدنيا السلام. لا 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 عفوا، سؤالي واضح. أنا أقصد الآن أصبح كثير جدا مؤمنين بالثورة، هل هذا المحافظ مؤمن بهذه الثورة الآن ولا لا؟ أنا لا أفرق بين من يؤمن بالثورة وبين من لا يؤمن بالثورة، أنا أفرق بين فاسد وشريف فقط. وهذا من حقك، أنا ما في، أنا بس بقول لك، بسأل أنا هل هناك من عرقلة، لأنه أنا بس بنتقل فقط إلى حجة، لأنه أيضا أنا بعرف هناك في محافظة حجة هناك أمور أخرى أيضا تجري. كيف حجة من في الواقع كانت تنتظر إلى القرار الجديد للمحافظ والقرارات الجديدة التي أتت في أيامه، بأنه كنا نتوقع أنه يكون في عهد جديد، لكننا نظرنا إلى الممارسات الخاطئة التي حصلت في الفترة المتأخرة، ووجدنا بأنه ما كنا نعيبه نحن والمحافظ من تمرد على قرارات الرئاسة وعلى قرارات الحكومة حصلت من المحافظ نفسه. فالآن لا شك في تطور وفي سخط شعبي عارم على التصرفات الطائشة والصبيانية الذي توجه ببلاطجة ممولين من المال العام ضد مدير أمن المحافظة الذي جاء بقرار جديد والذي أتى مثل ما أتت. طب أنتم التقيتم نعم. بالرئيس، التقيتم برئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية بتقول بعض الصحف أنه رفض أن يقيل المحافظ. رئيس الجمهورية أبدا أبدى استعداده واستمع إلى طلبات أبناء حجة بجميع أطيافهم الذي حضروا إليه من أعضاء مجلس النواب ومن مؤتمر من مشترك من شباب الثورة من أكاديميين من وجهة من سياسيين، الجميع استمع إليهم ووعدهم بتلبية مطالبهم، ولا بد أن تحترم جميع القرارات. يعني طلب أنا سمعت أنه الطلب أيضا احترام أنه المحافظ عليه أنه يأخذ فرصة يعني. نعم نعم، وعد بأنه لابد أن تمضي القرارات كلها أو تغير القرارات كلها بما في ذلك المحافظ بهذا الكلام. أنتم مشكلتكم مع المحافظ تكمن في إيش؟ مشكلتنا في مع المحافظ في أشياء كثيرة، منها أولا تخلى عن مسؤولياته من أول أن أصدر للقرار ومكث في العاصمة صنعاء، وثم بعد ذلك مارس ممارسات خاطئة في تحيزه وفي تهربه من مسؤولياته وفي عدم الالتفات للواجبات الذي عليه ووقوفه إلى جانب المتمردين عن القرارات عن قراره، وقف إلى جانبهم في اللحظة الأخيرة وتقطع أو أمر بالتقطع لمدير أمن المحافظة من المال العام، وأغلق البنوك في وجه مدير المالية الجديد الذي عين بقرار كما عين بقراره. لماذا يفعل هذا كله؟ لا شك على أنه ضمن مخطط ضمن معيق التسوية على مستوى اليمن. لا شك أن هذا الإعاقة وهذه الممارسات ضمن مخطط عام في اليمن وضمن حلف. يعني ممكن يكون هذا المخطط في حجة أيضا في ريمة أيضا في مناطق أخرى؟ نعم موجود في صنعاء، موجود ممول مركزيا ومدعوم وضمن حلف معروف مناهضين للمبادرة الخليجية. مخطط في ريمة أيضا لإجهاض المحافظة أيضا من قبل بقايا النظام السابق؟ مخطط إجهاض المحافظة ليس من بقايا النظام السابق، بل من المحافظ شخصيا، لأنه كل الناس في ريمة أصبحوا موحدين ضد الفساد وضد المحافظ وأعماله وفشله. فالمحافظة أريد أن أدي لك بعض الأدلة من الجهات الرسمية. مثلا في 2008 كان لدينا 2 مليار موازنة للمشاريع، صرف منها 730 مليون، من هذه 730 مليون 260 مليون صرفت في مشاريع وهمية وأغراض لا علاقة لها بالتنمية، وأما باقي المبلغ فأعيد إلى خزانة الدولة وكأننا لا نحتاج إلى مشاريع.
هذا دليل على ليش انا سالتك اول قلت لك قالوا مع عجله التغيير، يعني انا اقصد انه كان يفترض انه الى هنا وكفى، ولكن الفاسد يظل محاسب سواء كان في الثوره او خارج الثوره. بس عفوا راح نشوف التقرير، اذا راح نشوف التقرير مشاهدينا الافاضل الذي ايضا اعده لنا زميل فؤاد فارس عن الاحتجاجات الشعبيه، ثم نعود من جديد الى التقرير. تواصل ساحات الحرية والتغيير في عدد من المحافظات اليمنية ثورتها ضد محافظيها الذين يقول شباب الثورة إن مسألة تغييرهم باتت أمرا ملحا، من سعدة إلى حضرموت، ومن حجة إلى المهرة، ومن ريم إلى المحويت، ومحافظات أخرى. تتصاعد مسيرات الغضب والاعتصامات وصيحات أبناء المحافظات التي نفذ بعضها وقفات احتجاجية أمام منزل الرئيس بغية العودة بمحافظ جديد. أشهر من الاحتجاجات الحاشدة والجمع الثوري، وتتأهب بعض المحافظات لمسيرات راجلة إلى العاصمة صنعاء، في حين لا تلوح بوادر رغبة في القيادة السياسية لإقالة من يطالب الناس بإقالتهم. يقول أبناء ريمة إن محافظهم الخضمي رأس الفساد والمشرف الأول عليه، ويقول أبناء حضرموت إن محافظتهم شهدت أسوأ انفلات أمني وفساد إداري وعبث رسمي في عهد المحافظ الحالي، ويتهم أبناء حجة اللواء علي القيس بالتمرد على قرارات الرئيس ودعم الميليشيات والعصابات المسلحة. ولقضايا تتعلق بالفساد وتورطه في قتل الشباب المعتصمين في مجزرة الكرامة من منزله، يطالب أبناء المحويت وثوار اليمن بإقالة المحافظ أحمد علي الأحول وإحالته مع أبنائه المتورطين إلى القضاء. أما أبناء صعدة فهم يعتبرون محافظهم فارس مناع وتاجر الأسلحة المعروف حامي حين القلعة الحوثية وحارسها الأمين ومغتصب السلطة المحلية في المحافظة. في المهرة التي تعاني الحرمان ومحافظها علي خودم، يبدو أنه لا عيب في المحافظ سوى أنه يمضغ القات نهارا ويلعب الكوتشينة ليلا ويستيقظ بعد الظهر كما يقول أبناء المحافظة. هؤلاء المحافظون وغيرهم هم من بقايا وفلول النظام الراحل، وبقاؤهم في مناصبهم حجر عثرة أمام عجلة التغيير التي أكد الرئيس هادي على أن من يريد إعادتها إلى الوراء فهو واهم، ويؤكد بقاء هؤلاء المحافظين المزمنين على رأس هذه المحافظات أن من يظن أن عجلة التغيير ستمضي إلى الأمام بدون إقالتهم واهم أيضا. طبعا هذا ما سمعناه من الرئيس عندما قال أنه سيعطي أيضا فرصة وسوف يقلب الطاولة أيضا على كل الذين لا يؤمنون بأن عجلة التغيير قد دارت. طبعا الحديث في هذا التقرير عن محافظين عدة، أنا أتمنى من المحافظين أيضا القناة مفتوحة أن يطلعوا معنا، أن يدافعوا عن أنفسهم، أن يتحدثوا، أن يتكلموا. أنا اتصلت بريمة أيضا، لم أستطع أن أصل إلى المحافظ للأسف الشديد، يعني أنا أتمنى أن يلتقي، أن يطلع يعني معنا على القناة، ما فيش يعني عفوا أنت نعود إلى ريمة بس فقط قبل ما اروح الى حضرموت طبعا لاخذ من هناك الاستاذ القدير طبعا صلاح باتيس، يعني انا اتمنى انه بس ريمة، انتم في ريمة يا سيدي الفاضل، يعني انا باعتصاماتكم التي رايتها الاخيره، يعني مشكلتكم اذا كانت قضيه فساد انتم ارفعوها في القضاء يعني، لكن هل هناك مشاكل اخرى المحافظ يقوم بها داخل المحافظه، وما مدى ارتباطها بالثوره المضاده، يعني اذا كان في ثوره مضاده المحافظات؟ المحافظ يقوم بمختلف أشكال الفساد ويقوم بإحداث مشاكل بين المواطنين وبين المشايخ لإحداث قلاقل داخل المحافظة. مفروض يساعد على الأمن، احنا في مرحلة مساعدة على الأمن يعني. ولا يهتم لا بأمن ولا بتنمية. لماذا في وجهة نظرك هذا؟ هو جزء من النظام الفاسد، وقضية تقديم أي شيء إلى القضاء أنت على علم بأن الدستور ووضع من أجل حماية الفاسدين وليس من أجل حماية المواطنين. فهذا المواد في الدستور تقول لا يجوز مساءلة أي من هؤلاء المسؤولين إلا بموافقة الرئيس أو بموافقة ثلثي أعضاء. إن شاء الله يتغير هذا كله، إن شاء الله يتغير بإذن الله. فالقضية شائكة، كنا تقدمنا مرة بطلب إقالة المحافظ أو بسحب الثقة عنه، وكان القانون يلزم وزير الإدارة المحلية أن يبلغنا خلال 10 أيام بتحديد الاجتماع، وللأسف لم يتم ولم يصغى إلى أي مطالبات. الآن المجلس المحلي يعد إلى اجتماع خلال هذا الأسبوع ليناقش موضوع تعيين محافظ ما لم يصدر قرار بإقالة هذا المحافظ.
اوكي برجع لك انا وبرجع ايضا لحجه، ولكن ساخذ من حضرموت الاستاذ القدير صلاح بتيس، طبعا رئيس المجلس الثوري هناك في حضرموت. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا وسهلا اخ احمد. يبدو نحن كلنا في الهم شرقه يا استاذي الفاضل، يعني قضايا كثيره عده يا اخي. المحافظون هؤلاء الادارات المحليه اللي موجوده في بعض المحافظات، الا يستوعبوا انه العجله دارت وانه نحن الان بعد ثوره عظيمه خرج فيها شبابنا، وانه لابد ان نؤمن بالتغيير يا اخي، لابد ان نؤمن بهذا كله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقه ما قلته هو عين العقل وعين الصواب، ولكن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم فقال: ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأنا أعتبر أن الظلم هو سبب عدم إدراك الحقيقة وعدم إدراك الواقع، بل عدم وضع القدم في الاتجاه الصحيح، وإلا العالم كله اقتنع. ورسائل مجلس الأمن الأخيرة وزيارته إلى اليمن دليل قوي أن التغيير في اليمن تم، وأن عجلة التغيير في اليمن دارت وبقوة وباتجاه يعني الدولة القادمة، دولة النظام والقانون ودولة العدل والمساواة إن شاء الله عز وجل. لكن للأسف الشديد كما قلت لك أرهقتهم يعني مظالمهم، وأرهقتهم يعني للأسف الشديد تبعيتهم للنظام السابق ولعلي عبد الله صالح وعائلته، فهم لا يستطيعون، يدورون في حلقة مفرغة والطريق أمامهم مفتوح، لكنهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا أوامر علي عبد الله صالح، فأصبحوا أشبه بالجن حينما أخبر الله عز وجل عنهم قالوا: لو كنا نعلم الغيب ما لبثنا في العذاب المهين. يعني لو كنا نعلم الغيب ما لبثنا في العذاب المهين، مع أن سليمان عليه السلام صار يعني هامدا ميتا، لكنهم يرهبون وهؤلاء هم ينظرون ويسمعون كلام الزعيم كما يقال، فيظنون أنه لا يزال زعيما فيرهبونه ويعملون بأوامره، مع أنه إن شاء الله عز وجل قريبا ستأكل دابة الأرض من سأته، فإذا خر سيتبين أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. صدق الله العظيم. أستاذ الفاضل، طبعا حضرموت يعني كغيرها أيضا المهرة أيضا مشاكل أنت أعلم بها أيضا، نحن كنا نتمنى أيضا يكون معنا أحد من المهرة، مشاكل حضرموت يعني احتجاجات أيضا عدة للمطالبة أيضا بإقالة المحافظ وأيضا إدارة جديدة، يعني هل هذا ذلك صحيحا يعني أنه هناك مشكلات أيضا قائمة؟ المشكلة قائمة منذ أن انفرد للأسف الشديد النظام السابق بالسلطة منذ عام 97، والمشكلة تتفاقم، ولكن كان كما تعلمون جميعا البلد وكانت اليمن يعني واقعة في خديعة اسمها الانتخابات والديمقراطية التي كان يتشدد بها علي عبد الله صالح أنه جدرها في اليمن. فكان الناس يذهبون إلى الصناديق ويدلوا بأصواتهم ليحدثوا تغيير عبر الطرق السلمية الديمقراطية التي يتشدد بها النظام السابق، لكن كان يزور إرادة الشعب ويزور إرادة الناخب ويقلب النتائج لصالحه. لكن بعد هذه الثورة بدأت الأصوات ترتفع باتجاه التغيير السلمي الذي أحدثته ثورة الشباب السلمية. بعد الوفاق الذي تم وبعد التسوية السياسية التي تمت وبعد انتخاب الرئيس عبد الرب منصور هادي كرئيسا توافقيا، حملناه كامل المسؤولية أن يقوم بالدور وأن يكمل مسيرة الثورة ويكمل مسيرة التغيير. لكن للأسف الشديد هناك تردد وهناك رتابة وهناك شكل في اتخاذ قرارات التغيير، ظنا من الرئيس أن هؤلاء يمكن أن يتراجعوا ويمكن أن يرفعوا أيديهم من 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 العبث بأموال ومقدرات هذا الشعب الأبي. حضرموت كغيرها من المحافظات، ولكن أقول أنه أسوأ، لأن أدوات علي عبد الله صالح وأجهزته وعصاباته لا زالت تعمل عملها، بل أقول أنها إذا كان في عهد حكمه ونظامه المخلوع الزائل إذا كانت تعمل بنسبة 70% فهم اليوم يعملون بنسبة 100%، إذا كانوا يعملون وينهبون ويفسدون بنسبة يعني بسرعة 100 فهم اليوم يعملون بسرعة مضاعفة. وجهة نظرك أستاذ صلاح، وجهة نظرك لماذا هؤلاء المحافظون أو بعض القيادات المسؤولة في المحافظات الآن تعمل أسوأ من ذي قبل؟ يعني ما الذي تريد أن تحدثه؟ ما الذي تريد أن تخدم فيه يعني؟
لهم انا حسب تقديري الشخصي ومن خلال واقع معاش لهم هدفين من وراء الفساد الذي تضاعف وايضا الجرم في حق هذا الشعب الذي تضاعف. الهدف الاول انتقام، فهم ينتقمون لان هناك توجيهات من النظام السابق وقتائل النظام السابق ان دمروا ان اهلكوا الحرث والنسل ان يعني انهبوا في الاراضي احبثوا يا اخي يعني يصرفوا لهذا في ارض هذا ويقسموا الاراضي بشكل عشوائي وينهبوا يعني الخزائن والصناديق. والهدف الثاني عشوائي. والهدف الثاني سريعا استاذ صلاح. والهدف الثاني انهم يعلمون انه لم يبقى لهم المزيد من الوقت ولم يبقى لهم كثير، فهم يعلمون انهم زائلون قريبا ان شاء الله، فيحصلوا ما يستطيعوا ان يحصلوا وينهبوا ما يستطيعوا ان ينهبوا للاسف الشديد. وانا اطلق رساله لهم ان اتقوا الله عز وجل في هذا الشعب وعودوا الى رشدكم. أوكي. وارفعوا ايديكم وقفوا عن استاذ صلاح. اوكي استاذ صلاح، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره ان شاء الله. ان شاء الله ولو كره المشركون الله يسلمك ولو كره المفسدون. الله يسلمك ان شاء الله. طبعا استاذ صلاح باتيس رئيس المجلس الثوري من حضرموت حدثتنا، شكرا جزيلا لك. بس اعود الى حجه طبعا، وقضيه حجه والله قضيه انا بشوفها انه برضو قضيه كبيره جدا، يعني انتم دافعتم ان المحافظ هذا ياتي وفي الاخير المحافظ لا يعمل مع التغيير القادم، وانتم الثوار شباب الثوره الذين كانوا موجودين في الساعات هم الذين ايضا دافعوا ان ياتي هذا المحافظ، فما الذي حصل بالضبط؟ نحن تشرفنا بالوقوف إلى جانب القرارات الرئاسية في الحزمة الأولى الذي جاء محافظ حجة ضمن هذه الحزمة من القرارات اللي استبشرنا بها جميعا، فقلنا لعل وعسى أن تتحسن الأمور، فإذا ناهضنا جزء من هذه القرارات يعتبر مناهضة للقرارات كلها، فاعتبرنا ذلك ربما كان في وجهة نظر الرئاسة مقتنع الآن. الرئيس بدأ يقتنع، الرئيس لا شك تفهم الموضوع ووعد بدراسة الموضوع مع الحكومة وحل الإشكال، واعتبر أن هناك كان قصور في دراسة القرارات. لا هو لهجته كانت قوية، الرئيس تصريحاته قوية، كانت تصريحاته قوية يعني، وكان متفاعل جدا، واعتبر حقه في سلم أولوياته وفي مقدمة اهتماماته. يا ريت بس أخذ لمدة 3 دقائق ولا شيء علي قاسم البكالي يا أستاذ خليل، يا ريت يعني من ريما باحث اكاديمي واحد شباب الثوره طبعا من ريما، بس فقط يعني لانه قد وعدنا ان يكون معنا يعني. طب استاذ القدير، من يخدم المحافظ والذين يعرقلون العمليه في حجه، من يخدمون بالضبط يعني؟ لا شك على ان اي اعاقه هذا الايام في اي مكان تخدم النظام البائد والعهد البائد والحوثيين، من الحوثيين واعوان المخلوع. ليش الحوثيين يعني؟ الحوثيين لا شك ضد قرارات التسويه. لا بس ايش دخل الحوثيين بحجة؟ لا حجة لهم أطماع فيها كثيرة، أطماع كثيرة، احتلت 3 مديريات واعتدي على مديرية من مديريات. ليش في ارتباط الآن بين المحافظ والحوثيين؟ والله الأعمال تؤدي إلى أن الجميع يمشي ضمن نتائج أعمالهم وسلوكياتهم تأتي في نطاق واحد وضمن مخطط واحد، إعاقة التسوية، إعاقة الحوار، إرباك الحكومة، إرباك التوجيهات الرئاسية، لا تخدم أحد هذا الأيام هذا الأعمال. وما ما يقوم بالبلاطية المولي من المال العام والمكلف من قبل المحافظ ومن قبل في من يقول أنكم مدعومون من أحزاب بعينها أو من حزب بعينه، يعني أنتم مدعومين فقط أنكم تشيلوا المحافظ أو تعملوا يعني، معقول هذا الكلام؟ لا يوجد بيننا، نحن لا نريد يعني اللي طالبوا بإقالة المحافظ من جميع الألوان، من جميع الناس، جميع الناس محل استنكار واستهجان لما حدث، أن ممثل رئيس الجمهورية في المحافظة يعتدي على فريق عمله، يعتدي على رمز الأمن، ويعتدي على المسؤول في هناك من يتهم حزب الإصلاح أنه يسيطر على مؤسسات هناك وما لا يعني. لا توجد أبدا. نحن جميعا ما زلنا، والذي يتهم يطلع معنا ويحكي مثلا، والذي يتهم يحتاج يأتي بأدلة. نحن جميعا مع بقية القوى ومن جميع الأطياف السياسية ضد هذا التصرف هذا الطائشة وضد العدوان ليس محاولات بسيطة وإنما محاولة قتل جرح 4. لحن مشكلة، كل ما بنجي نغطي محافظة بيقولوا طبعا انه المحافظة هذه علشان حزب ولا مش عارفة، احنا بنغطي مثلا ريمة، انتم جميع الوان
الألوان داخل الذين يطالبون بتغيير المحافظة؟ كل الأطياف السياسية تطالب بتغييره، كلهم، لأن لأن الفساد يذبح كل المواطنين ويحرم عليهم الأنين. فالكل الآن ثورة ضد وجود المحافظ. وكما قلت لك إن المجلس المحلي سيجتمع في هذا الأسبوع، إذا لم يصدر قرار فإنهم سيضطروا إلى تعيين محافظ. يعني ريمة ستنتفض؟ نعم نعم نعم، لأن الأمر يعني بات خطير جدا. تكمن الخطورة في إيش بالضبط يعني؟ الآن المحافظ هو مطرود من عاصمة المحافظة ولا يداوم في عاصمة المحافظة، ويدعي أمس مع لقائه في قناة اليمن اليوم إنه كل الأمور هادئة داخل المحافظة، وهذا زيف لا أساس له من الصحة. الشباب انتظروا كثيرا وسيتفجروا بعد. الناس يعتقدوا أو عندهم شعور من أنه النظام لا يسمع أصوات الناس إلا إذا ارتفعت أصوات. قابلتم الرئيس أنتم ولا لسه؟ أنا لم أقابله، قابلوه. لا مش كشخص، أنا أقصد قابلوه مجموعة من الإخوان وأوعدهم بالتغيير ولم يتم حتى الآن. كلمة الأخيرة لك. أنصح الرئيس بسرعة طرح هذه الأثقال الذي ظل يحملها والتي ستثقل كاهله وتوقف زحفه نحو بناء اليمن الجديد. كلمة الأخيرة أيضا. أنا أدعو الأخ الرئيس بالتسريع بقرارات بالقرارات، وعدم تنفيذ القرارات إهانة للدولة نعم ولرئيس الجمهورية ولحكومة الوفاق الوطني الذي جميعا مشتركين فيها من جميع الأطياف، وهذه إهانة وغير مقبولة وغير نعم وتصرفات غير مسؤولة التي تصرف بها المحافظ إذا إذن الأستاذ القدير محمد هطيف عضو اللقاء المشترك محافظة حجة شكرا جزيلا لك، والعميد أحمد يحيى الأبارة أيضا عضو مجلس المحلي بريمة شكرا جزيلا لك، أيضا شكرا للأستاذ صلاح باتيس الذي حدثنا من حضرموت رئيس المجلس الثوري هناك. كنت أتمنى أن أخذ معي علي قاسم البكالي باحث أكاديمي وحد شاب الثورة أيضا، لكن للأسف الشديد كان تليفونه مغلق. أيضا أنا بس بقول أيضا رسالتي الأخيرة أيضا أنا هنا للمحافظين، وأيضا إنه يا ناس زي ما بتعامل أيضا مجلس الأمن الآن ما فيش كلام يعني خلاص الآن بيحدد بالاسم علي صالح علي سالم البيض، غدا سترون أيضا أنتم أسماءكم أيضا موجودة في الكشوفات وعلى مواقع الفيسبوك، يعني انتهت شباب الثورة خلاص الآن هم أصحاب القرار، الشعب اليمني الآن الذي خرج هو صاحب القرار وأيضا من أجل اليمن كله وبرسالة المحبة والسلام. ونحن نلتقي غدا بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج 10 و10، وإلى اللقاء.